امامنا لم يسقط مانا وصل مانا توغل يوزع خطير والدفاع سطيف في تلك المناسبة التسديد الهدف الاول لدفاع الحسن الجديد وهو ايها من محمد علي بلعمر لم يترك اي فرصة للحارس زبا تسديدة من اجمل ما يكون والهدف الاول مفاجئ بالنسبة للمنتخب الصيفي وفرحة الجمهور المغربي القليل الذي تنقل طبعا مع دفاع الحسن القصطيفي. تقدم لي باك لجحنيت اكرم، جحنيت محاصر مع ذلك يمنح له الحلول واري فرحاني توسع يا واري سنوات في الوفاق سطيف ويأكدها بهذا الهدف الجميل من الوافدين الجديدين للوفاق الصيفي. الطوسي يصفق لأنه يدرك قيمة هذا الهدف في هذه اللحظات، والجمهور الصيفي يقف وقفة الرجل الواحد يتحدى حرارة الطقس، ينسى العضو ينسى كل شيء لأن الأمر يتعلق بالوفاق العالمي. هكذا انطلق الوافد الجديد غشة، انطلق ومرر أي كرة أي تمريرة أي روعة وأي انسجام بين عناصر الوفاق الصيفي. فعلا هو دم جديد للنصر الصيفي، والأسماء الجديدة تؤكد بأن الانتدابات الجديدة للوفاق الصيفي ستقدم الإضاءة. غشة وكأنه كان يعرف أن عرفة تبقى لغشة، غشة غشة يبحث عن التوزيع، ممتازة خطيرة للوفاق سجل في ظروف صعبة مثل هذه، في ظروف كم كانت صعبة ومعقدة. هو غش الذي يلهب المدرجات، هو الذي سجل الهدف الثاني في ظروف صعبة ومعقدة. تعود الروح للرئيس حسن عمار، يعنقه ومن حقه أن يعنقه بشدة لأنه هو الذي هذه الإعادة. كيف جاء الهدف؟ جاء من عبود بتمريرة مليمترية لغش أسامة الدين. سبق الجميع، سبق الجميع، وانطلق كالعفريت داخل منطقة العمليات وخطف الهدف، خطف الهدف الذي يعيد الوفاق الصيفي في سباق كأس رابطة أبطال إفريقيا. حرمك الحكم، قصم من ضربة الجزاء يا غش، فطأرت لنفسك لحظات وصور ومشاهد جنونية فوق مدرجات ملعب الثامن ماي. هدف، وأي هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة. قلت بأنه يجب أن يكون اسمك ويجب أن تكون عبد النور. نتيجة مستحقة بالنظر للمجهود المقدم. صحيح، يعني الشوط الثاني كان أحسن بكثير من الشوط الأول، رغم أنه ما كانش يعني الفرص كثيره بالنسبه للوفاق عكس الشوط الاول، لكن من ناحيه التنظيم نوعا ما فريق تنظم، غلق شويه مساحات، ما كانوش الاخطاء تاع الشوط الاول. الهدف الثاني جاء في وقت يعني في وقت حساس وفي وقت مهم. مهم وكنا ننتظره فيه. نظن فوز مستحق، وهذا الفوز راح يعطي طابع كثير للطاقم الفني واداره وفاق سطيف. نشوفوا اهداف المباراه، نبدا مصطفى مازا مع الهدف الاول الذي كان مغربيا. حلاوه الانتصار بالنسبه للوفاق سطيف هي العوده في النتيجه بعد بدايه صعبه جدا، دقيقه ثالثه الفريق المغربي يسجل ثم معلش سادات يقول نشوفوا هدف الفوز. فعلا الهدف الفوز هو الذي يزن ذهبا، نشاهد هدف الفوز والطريقه المسجله في اللحظات الاخيره. مصطفى، يعني شفنا هنا اللقطه هذه هجوم متموقع، اي اعطاك بلاصي عده تمريرات، وين التمرير الاخيره كانت عن طريق اللاعب عبود. عبود بعد ما استرجع كره من غشه وطلبها غشه في محور هجوم، هاي الكره شوف عبود شاف اللاعب بطريقة جيدة، رفع راسه اعطى الكرة يعني على طبق للاعب غشة، كذلك مشى وضرب الكرة يعني يعني بلا بوينت في اللقطة الأخيرة، وتمكن أنه يحرر زملائه في لقطة يعني ولا أروع من بين اللاعبين الأحسن في المجموعة هما غشة وكذلك اللاعب بوغلمونة.
الهدف جميل والعمل جميل يعني البنيه تاع الهدف كله يعني كله في مستوى. شوف في لقطه الهدف مسعود الهدف الثاني يعني محاور تاع الكره القدم الحديثه هي يعني السرعه من ناحيه التقنيه يعني التمريره هنا من ناحيه التقنيه شوف شاف خذ المعلومه شاف غشه وشوف هنا السرعه وحتى من الناحيه البدنيه صنع الفريق غشه مع مدافعين تاع فريق دفاع الحسني الجديد. نظن شفنا يعني الفرصه واللقطه تاع الهدف كلها يعني من محاور تاع كره القدم الحديثه ونظن الهدف يعني جميل جدا. الكره مشات من الجهه اليمنى للجهه اليسرى صنعوا الفارق اللاعبين تاع وفاق الصيف سواء بالتمريره او بالسرعه تاع قشه. نظن هدف جميل ويستحق يعني كل يعني الشكر لهذو اللاعبين اللي صنعوا الفارق حتى دخول عيبود يعني اعطى نوعا ما من ناحيه التنشيط الهجومي الكرات الاخيره الكره الاخيره اللمسه الاخيره هي اللي صنعت الفارق. والوجه العام بشكل عام بالنسبه للوفاق الصيفي يبشر بالخير يعني حتى بدني تخوفنا نوعا ما على الوفاق تعبوا شويه ولكن قدروا يعني يعوضوه بالاراده نقدر نقول تقريبا ما نقولش بنفس الريتم ولكن الريتم نوعا ما منخفض ولكن بدنيا الامور كانت بخير. صحيح بالرغم من انه نقص نوعا ما ريتم المباراه في منذ الدقيقه 65 حتى 70 وين شفنا الوفاق تراجع نوعا ما لكن اللاعبين الاكثر جاهزيه اللي هما غشه كذلك دخول عيبوت في وسط الميدان كما كان يقول خويا عبد النور التمريرات الاخيره دائما من هذا اللاعب نظن انه التغييرات اتت بثمارها والعالم عزيمة الإرادة والإصرار عند اللاعبين تاع الوفاق خلاتهم أنه يوصلوا إلى الهدف تاعهم. الهدف قبل بداية المباراة كان الفوز وسوف يبعث بالوفاق إلى المنافسة من جديد لأنه لو شوفوا ترتيب مسعود تيبي مازامبي في المجموعة في الصف الأول بتسع نقاط مدية الجزائر بأربع نقاط الوفاق بثلاث نقاط ودفاع الجديد بنقطة واحدة يعني المنافسة بعثت من جديد عن طريق الوفاق خاصة بالنسبة للمركز الثاني بين المولودية ودفاع الحسني. الظروف تقريبا مشابهه للجزائر بامكان الوفاق انه يفاوض بطريقه جيده المباراه المقبله وبمعنويات مرتفعه يعني وحتى ثقه نظن راح يلعب كل حظوظه في مقابله العوده فريق الوفاق ستيف عنده كل امكانيات باش يرجع بنتيجه ايجابيه وحتى النقطه مسعود انه الشيء الايجابي في هذا المباراه هو الانتداب زوج لاعبين بوغلمونا المسجل وحتى قشه يعني حتى هذه تزيد في عزيمه اللاعبين الجدد ودخولهم في المجموعه تاع الوفاق. والعلامه الكامله ايضا للاعبي الوفاق الذين لم يتاثروا بعد ان حرمهم قصمة من ضربة جزاء حقيقية وشرعية. أكيد ضربة جزاء حقيقية وشرعية كنا نتمنى أنه زكريني أخ محمد زكريني يعطينا أكثر تفاصيل ولا يوبي لكن أعتقد في اللقطة هذه فيه لمس من القميص في جد من شورت اللاعب غشة أعتقد أنه لما يكون شوف في اللقطة الأخيرة من اللاعب المحوري المس حتى يعني جبد اللاعب من الشورت تاعو وضربه جزاء اعتقد انه شرعيه. اكيد اللقطه واضحه وضوح الشمس والمسك موجود وتفويت فرصه على الوفاق فوز بهذه الطريقه يخلي الوفاق انه يواصل مشوار ربما في ظروف معنويه جيده جدا. اكيد يعني في ظروف حسنه وحتى من ناحيه المعنويات وتكلمنا مسعود بين الشوطين انه لازم الوفاق ما يتلقاش الهدف الشوط الثاني، الشيء اللي صرا ظن دفاعيا كانت المنظومه كانت احسن من الشوط الاول. تحسنت الامور. تحسنت الامور، عرف كيفاش يتعامل، هنا التعامل مع المباراه وركزوا يعني التركيز كان بقى حتى لنهايه المباراه والهدف الثاني جاء في الدقائق الاخيره وهذا شيء ايجابي بالنسبه للهدف الفريق ونظن الوفاق اليوم يعني دار خطوه يعني موسم يبشر بالخير فعلا والانطلاقه جيده في الموسم الكروي الذي هو قريب من انطلاقته بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى. النادي المغربي لم يكن منافسا كبيرا. اعتقد انه الوفاق اللي كان احسن. الوفاق كان احسن. الوفاق اللي كان احسن مسعود شفنا اراده وعزيمه واصرار عند اللاعبين حتى من الناحيه المعنويه قبل قلنا هذا الشيء قبل بدايه المباراه انه المدرب الطوسي يعرف كيفاش يوصل يعني الرساله للاعبين شفنا انه يتكلم كثير ويتحاور كثير مع اللاعبين وهذا الشيء وصل شفناه يعني كان واضح في ارضيه الميدان وين اللاعبين عطى
ما لديهم واكثر من ذلك، وين كانوا حابين انه يبداوا الموسم بفوز، واي فوز فوز معنوي كبير راح يعطي الوفاق من الناحيه المعنويه في المنافسه هذه يعني اكثر يعني اراده واكثر عزيمه بالنسبه لبقيه المشوار. الوفاق اذا يفوز بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد في الجوله الثالثه من رابطه ابطال افريقيا على حساب الدفاع الحسنيه الجريدي، يفوز في اللحظات الاخيره المروديه لحساب نفس الجوله نفس المجموعات، تنهزم وانهزمت عشيه اليوم امام تيبي مازومبي بهدف دون مقابل ايضا في اللحظات الأخيرة. نصل إلى نهاية هذا البلاطو التحليلي. عبد النور شكرا جزيلا. شكرا مسعود. مصطفى مازا شكرا. شكرا لك مسعود. شكرا للزملاء باستديو رقم واحد بقيادة ياسين سادات ورشيد ميكيداش. ألقاكم سيدتي سادتي في مناسبات رياضية قادمة بحول الله. السلام على الجميع.